بسم الله والابن والروح القدس بالاله الواحد. الهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري؟ الهي في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدوء لي، وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل عليك اتكل اباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، اليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يغزوا، اما انا فدودة لا انسان، عار عند البشر ومحتقر الشعر، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يبغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه، لينقذه لانه سر به، لانك انت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثدي امي، عليك القيت من الرحم، من بطن امي انت الهي، لا تتباعد عني لان الضيق قريب، لانه لا معين، احاطت بي سران كثيرة، اقوياء بشانك جنفتني، والصبح لالهنا دائما ابديا امين. ما اجمل هذا المزمور، رنموا داود النبي ويقول في المزمور انه لامام المغنيين على ايلة الصبح مزمور لداود، ايلة الصبح مزمور لداود، ده العنوان بتاع المزمور. الايلة جمع الايل، والايلة اللي هي ايه؟ الغزال الصغير اللي لسه يسموه لباني. لباني يعني ايه؟ يعني بيرضع من لبن امه ولسه باقي السنان بتاعته ما اكتملتش، يعني ما كملش سنة. سواء ان كان في الاطفال او كان في الطيور او كان في الحيوان، الصغير دايما تلاقيه كثير الحركة، الطفل ما يهمش، وحتى احنا نقول كده ان روحه كبيرة وجسمه صغير، عشان كده تبص تلاقي الطفل يجري ويروح ويقعد ويتحرك من غير سبب، يعني الكبير ما يتحركش الا السبب، لكن الطفل ما يقدرش ايه؟ يقعد. يعني الطفل خرج ودخل تقول له رحت فين؟ ما راحش لحاجة، هو هتحرك كده وبس، او طلع الدور الثاني ونزل. بسبب ايه؟ برضو مش بسبب حاجة، طبيعي كده. برضو تلاقي في الحيوان كده، تبص تلاقي الحيوان الكبير ماشي رأس، لكن الثاني يتنطط يمشي قدام ويتنطط يرجع ورا، علشان كده بيسميها ايه؟ ايلة الصبح. الصبح يعني ايه؟ يعني نامت واستريحت وقايمة فايقة، فمالة تتنطط وفرحانة، علامة الفرح. تتصوروا مزمور حزن وعنوانه علامة الفرح ليه؟ لان في الام المسيح فرحة البشرية، وده اللي قالته امنا كلنا مريم العذراء، قالت العالم يفرح، العالم يفرح لقبوله الخلاص، اما احشائي فتلتهب بالنار عند نظري الى قلبوتك. انا كامك بتقطع، بيلتهب قلب نار، مش قادر اشوف البهدلة اللي انت بتتبهدلها، ومش قادر اشوف اي منظر، لان الوضع يا احبائي بالنسبة لمريم العذراء مش بسيط، ده المجروح، المجروح بعد عنكم ما يحبش حد يعمله كده، ما يحبش حد يتكلم عليه، يبقى متضايق على الاخر، وحتى لما يكون واحد مجروح ويغلط في اللي حواليه الناس يقولوا ايه؟ سبوه او احتملوه غلط عنه، لازم نحتمله. ده انا مرة اتنين كانوا من اعز الحبايب اتخصموا مع بعض، اتنين ستات اتخصموا مع بعض لان في موت جثة فلانة في الجنازة اتسمت، فقالت لها جاية تضحك ليه وبتتسم ليه؟ جاية تعزي، شافت منظر ضحكها شوية غصب عنها فابتسمت، لكن دي العذراء بقى مش شافت ناس بتبتسم، ده الكل فرحان والكل بيغني والكل بيتريق والكل مالا يشتم فيه، فموت وبهدلة واهانة وهي واقفة حول لها ولا قوة،
ودمها بيتبهدل، وياريت كان يستاهل، كانت تقول له يا ابني انت تستاهل، ما هو ده تصرفاتك اللي جابت لك، لكن ده ما عملش اي شر بالنسبة للبشرية. فبالنسبة للعذراء وبالنسبة للمسيح كانت الام مبرحة، لكن بالنسبة للبشرية ده يوم الخلاص، يوم الفرح، يوم الفرح والبهجة، يوم الصليب. عشان كده الصليب بنحطه في قلوبنا وبنعلقه على صدرنا وبنحطه على نطية كنايسنا وبنحطه على ايدنا اليمين، وبيبقى ده علامة الفرح. عشان كده يقول لك اولا على ايلة الصبح مزمور لداود. داود بيغني فرحان بيتنطط، لان فعلا المسيح لما اتصلب فدانا. والسفر ايوب يقول عن الانسان اللي وجد الفادي، يقول ايه في سفر ايوب؟ يمشي ويغني بين الناس، يعني الناس يرقص ويغني بين الناس ويقول. ده مين ده؟ ده اللي وجد الفادي، يغني ويقول قد اخطأت وعوزت المستقيم ولم اجاز عليه، فدى نفسي من الحفرة فترى حياتي النور. لك المجد يا رب ان انا اغلط واطلع براءة، او اطلع مبرر بلاش براءة، وانت اللي تهان نيابة عني. هذا المزمور كان عبارة على ان المسيح يسوع بيتكلم بلسان البشرية، جاء لكي يدافع عن البشرية، وجاء لكي يأخذ مكان الإنسان. فبدأ المزمور بكلمة إلهي إلهي. وليه كرر المسيح إلهي إلهي؟ علشان يصلح الميزان اللي اتعوج. طب ومين اللي عوج الميزان؟ آدم وأولاده كلهم، اللي هو احنا كمان من ضمنهم، عوجنا الميزان. نرجع لابونا وجدنا الكبير آدم. آدم بعد ما أخطأ وتعرف استخبى خلف الشجرة من تحت وما راحش ربنا. علشان كده كانت إهانة إن لما ربنا اتمشى في الجنة آدم ما طلعش يستقبله وما قدرش يستقبله، لدرجة إن ربنا نداله وقال له إيه؟ قال له آدم آدم أين أنت؟ فجاء المسيح يقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ انت يا رب ناديت على ادم مرتين ما عبركش، انا هنادي عليك المرتين عشان تعبر البشرية في شخصي. ادم يجي يقول له طب ما انت تنادي علي لانك انت متغطي. ادم مرضيش يرد عشان متعري، لا انا ديني طلعت عريان بارادتي ومش استخبيت خلف الشجرة، ده انا طلعت على نطية شجرة الصليب من فوق، طلعت على نطية شجرة الصليب من فوق وفردت ايديا وبناديلك وانا عريان وبقول لك الهي الهي لماذا تركتني. على فكرة عايز اقول لكم حاجة يمكن مش واخدين بالكم منها، المسيح لما اتصلب اتصلب عريان ملط. في قانون الصلب ما يلبسهمش حتة او يستروا العورة بتاعتهم. تعرفين الصورة اللي بنحطها نستر عورته؟ ده احنا اللي بنحطها، بنحطها ليه؟ احتراما ليه. لكن ده اتصلب عريان زي مام ولده، علقوهم على الصليب. عشان كده كانت بتبقى منتهى القمة ومنتهى الذل ومنتهى العار ومنتهى الاهانة. علشان كده يقولك ايه في الكتاب المقدس؟ ان اليهود كانوا يستهزئون به بكلام. عارفين كلمة بكلام معناها ايه؟ يعني كانوا بيتكلموا عنه كلام قلة ادب على جسمه وعلى اعضائه، ويتكلموا كلام مش مؤدب، يهنوه بيه ويبهدلوه بيه. مين فينا يقبل ان يقف بس مش يتصلب، يجيبوه قدام جماعة قدام كنيسة وشعب كامل ويقلعوه عريان مرض بس ويفرجوا الناس عليه ويقولوا له امشي بعد كده، ده يروح يموت نفسه وينتحر، يقول لك هوري وشي بعد كده للناس اللي شافوني عريان ازاي. وده خالق البشرية والله الكون كله يطلع على خشبة الصليب عريان، لان الصلب ما بيغطوش اي جزء في جسمه، خلعوا كل ثيابه وعلقوه على خشبة الصليب، وبهذا العري ترك البشرية كلها واتجه الى الله وقال له الهي
الهي. انت قلت ادم ادم ومعبركش ادم الغلطان، رغم ان سبب عريه وخطيته، انا تعريت مش بسبب خطيتي لكن بسبب خطيئة البشرية، وجاي لك نيابة عنهم اعدل الميزان واقول لك الهي الهي لماذا تركتني. قال هذه الآية السيد المسيح، كلمة الهي باللغة العبرية إلي، إلي إلي بالعبري، بالأرامي إيلي إيلي، فإيلي اللي هي بالأرامي، إلي اللي هي بالعبري. إيه الفرق بين الأرامي والعبري؟ هما لغة واحدة، بس الأرامي لغة العبرية الدارجة يطلق عليها إيه؟ الأرامي، والعبرية الفصحى يطلق عليها إيه؟ العبرية. فباللغة الدارجة اسمها إيلي، وباللغة الفصحى إلي، لأن معنى كلمة إلي إيلي عن الله، إيلي عن الله، والياء ده المنادى لما بتقول يا فلان، بس احنا في العربي بنجيبها في الأول، لكن في العبري يجيبوها فيه في الآخر، عشان كده إيلي يعني يا إلهي. هما لما سمعوا كلمة إيلي اللي معناها إلي قالوا ده بينادي على إلي، لما نشوف بقى إلي يجي يخلصه ولا لا. فمعرفوش مين اللي فهم الحتة دي، تفتكروا مين فهمها؟ واحد بس، الشيطان. الشيطان حفظ الكتاب من الجلدة للجلدة، فأول ما سمع المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني، رجع للمزمور بسرعة وكره، لقى المزمور مكتوب فيه إيه؟ ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي ألقوا فرعة. قال يا نهار أبيض، ده أنا ضيحت الدنيا، أنا طلبته عشان أخلص منه، أتاري طلبته عشان يخلص العالم، يبقى لازم أنزله من على الصليب. علشان كده لما تقرأ في الإنجيل تلاقي بعد ما المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني يقولك إيه؟ فقال رئيس الكهنة، إن كنت ابن الله انزل من على الصليب ونحن نؤمن بيك. ده مش كلام رئيس الكهنة، ده الشيطان على لسانه، إن كنت ابن الله انزل من على الصليب ونؤمن بيك، عشان يقول أدين انزلت، والشيطان يبقى فهم بقى نزله من على الصليب، يقول له أدين انزلت. لكن طبعا كان خلاص الشيطان أثبت عبطه وهزيمته وعدم تفكيره قدام المسيح يسوع. اذا كان نفخ ريشه قدام ادم الاول، فالريش ده اتشال وتريش كله قدام ادم الثاني. الهي الهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. ايه معنى الكلام ده؟ عايزين نفصصه. بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. الزفير يعني ايه؟ التنافس. الزفير التنافس، الزفير اللي هو الضيقة، لما واحد يبقى متضايق يقولك اوف كده على طول، نفسه يبقى طالع على الاخر، يقولك الله انت بتتنهد ليه. التنهد ده عبارة عن اناس، عن ضيق. فكلمة بعيدا عن خلاصي يعني ايه بعيدا عن خلاصي؟ لان المسيح لما اتطلب ما اتطلبش علشان هو محتاج للخلاص، للخلاص. هنقول ان الخلاص ده الصلب ده نتيجة ايه؟ فعل الخطية، لان اجرة الخطية ايه؟ موت. طب مين اللي خلصه من الخطية؟ انه يموت. طب انا ما اخطأ، لكن بتألم مش علشان اخطأ او مش علشان اتخلص، انا المخلص، ولكن ليس المخلص، انتم المخلصين، هو المخلص وانتم المخلصين، هو الذي بلا خطية ونحن الخاطئين، نحن الخاطئين، هو الذي لا يوجد في فم غش ونحن كل فم غش. بعيدا عن خلاص يعني انا بناديلك. كلمة بعيد عن خلاص يعني ايه؟ يعني مش علشان غلطي، لان انا ما ديش غلط، لكن علشان غلط اللي انا حملت خطيئته، عشان غلطة ادم من الاول،
بعيدا عن خلاص عن كلام زفيري. ايه هو كلمة كلام زفيري؟ إيه؟ طب احنا عرفنا ان الزفير عكس الشهيق، الزفير يعني نفس طلع من جوه. طب ايه هو كلام الزفير؟ كلام النرفزه. دايما الانسان لما يتغاظ تبص تلاقيه يتكلم كلام زفير. كلام زفير يعني ايه؟ يعني معناها كلام نرفز خالص، مش طايق اللي حواليه. طب ومين اللي اتكلم كلام الزفير ده؟ ادم. لما جه ربنا، ما هو بيصلح اللي خسره ادم، لما جه ربنا يسال ادم ويقول له انت كلت من الشجره، انت كلت من الشجره، ادم يا ريت اعترف وقال له اخطيت يا رب وغلطت ومكسوف من نفسي ومكسوف منك وانا عريان وجاي مطاط الراس. لا، ده ادم عباره عن بركان وانفجر في ربنا، يقول للمرأة التي انت اعطيتها لي، انت السبب تديني الست دي واغلط وجاي تقول لي كلت من الشجرة. ايه الكلام الزفير ده؟ انا السبب يا انا، عشان لما لقيتك وحيد وحبيت انس وحبتك، وانا لما اديتك المرأة مش انت رأس المرأة؟ مش انت اقدم منها؟ مش المفروض انت اللي تعلمها ولا هي اللي تعلمك؟ انت اللي تقودها ولا هي اللي تقودك؟ ايه ده رأيات؟ بعيدا عن كلام زفيري، في حاجة اسمها كلام الزفير. كلام الزفير احيانا كده الواحد يغلط ويدار الغلط بغضبه وبنرفزته. طب الغضب والنرفزة هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ ياما كلنا بيكلنا كلام الزفير، ياما كلنا طالب في مدرسة يلعب وما يذاكرش ويفضل متهاون ويروح يمتحن ويسقط، وبعد ما يسقط ياريت يجي ويرجع ويقول انا ما ذكرتش. لا، وانا علشان اضطهدوني، وانا علشان، وانا علشان، وليه يا رب اشمعنى انا اللي تعمل فيا كده؟ انا اللي عملت فيك. كل حاجة نلبسها لربنا، كل حاجة فيها كلام زفير. حتى لو راح لك المتكلم والخادم ويقول لك ما بتجيش الكنيسة ليه، تقول له ان شاء الله نيجي، يعني مش انا السبب، هو لسه ما شاءش دلوقتي، لما يشاء ابقى. يبقى روح اسأل هو، ما تسألنيش انا. ان شاء الله. مش بنحصل كده؟ ان شاء الله اجي. طب ما الله شاء وبعتني ليه؟ انا بكلمك باسم الله. ما الكتاب بيقول نسعى كسفراء عن المسيح، كأن المسيح يعظ بنا نقول للناس تصالحوا مع مين؟ مع الله. تيجي تقول لفلان يا فلان بطل السجاير، يقول لك ان شاء الله، ان شاء الله هبطل. لا، يبقى مش انت الغلطان، لانك انت هتقدر تخرج عن ارادة الله. ربنا عايزك تشرب سجاير، يبقى مش غلطك، غلطته هو. ولما يشاء يبقى خلاص، يبقى هو اللي يلبس الخطية مش انت. وهكذا قس على ذلك بكلمة ان شاء الله، وحطها تحت عنوان كلام زفير. سيد المسيح بقى ما كانش ليه كلام زفير، ده بالعكس ظلم وتذلل ولم يفتح فاه، كشاة سيق الى الذبح وكنعجة. ياه، مين فيكم يطيق حد يقول له يا نعجة؟ ده يخرب الدنيا. انا نعجة ليه يعني؟ انا بهدل الدنيا. وكنعجة ونعجة، بس نعجة صامتة امام جزيها، يعني اللي بيقصها، اللي بيشيل الصوفة بتاعتها، اللي بيعريها عشان يتدفى، لان النعجة بيمسكوها كده ويقصوا الصوف ويغزلوه عشان يتدفوا هما ويعروها هي، وهو واقف صامت يتعرى علشان يغطينا. صعد على الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره. مش بنقول كده في الاسم؟ بنقول كده. يبقى هنا بعيدا عن كلام زفيري، انا بكلمك مش علشان ادافع عن نفسي. احسن البعض بيفتكر ان انا بقول الهي الهي يعني بالنسبه ليا. لا، ده الهي الهي بالنسبه لمين؟ للبشريه، مش بالنسبه ليا، بالنسبه للبشريه. تقول فهمتها منين؟ اقول لك فهمتها من الايه اللي بعديها، عشان كده يقول له بعيدا عن خلاص، بعيدا عن كلام زفير. انا بنادي مش علشان انا عايز الخلاص، لان انا مش عايز اتخلص، انا المخلص.
انا المخلص. يعني انا لو ما اتطلبتش كنت هرجع للسماء. ومين اللي هيضيع؟ احنا البشرية كلها هتضيع. لكن انا حبيت اخلص، حبيت انقذ. انا الطريق للملكوت. لما قعد يقول له تعرفون الطريق؟ قال له انا مش عارف الطريق. لما نعرف رايحتنا بنعرف الطريق. قال لهم انا هو الطريق والحق والحياة. طريق. سمعت لأحدهم في عز عجبتني حكاية جميلة جدا، ان اب من الاباء ساكن في بيت في الدور الفوقاني خالص السابع او الثامن، وبعدين نايم هو واولاده الاربعة، واولاده الاربعة اطفال صغيرين اكبر ما فيهم 10-12 سنة. وبعدين قامت حريقة في البيت وابتدت النار توصل للادوار العليا، وبعدين حب يخرج هو واولاده لقيوا النار زنقتهم وما لهمش مخرج. بس وقف اولاده هيتحرقوا في شباك واحد، الشباك ده على الحارة وفي قدامهم بيت، والحارة دي الطول بتاعها متر. هو يقدر ينط من الشباك ده للشباك ده، يقدر ينط المتر ده، يقدر يخلص. هو بالنسبة ليه النار مش هتحرقه. طب والاولاد عملتهم ايه؟ وبعدين خلاص النار زنقت عليهم. فطرقت ليه فكرة، وقف على حافة الشباك وراح حادث نفسه على الشباك الثاني، وحط رجليه ثبتها في الشباك الاولاني وبايديه في الشباك الثاني، وقال لاولاد يلا اطلع ومر عليا. امشي فوق جسمك يا بابا، اعملك كوبري. اسمع يا ابني مفيش داعي للمناقشه ولا الكلام، عدي من عليا. والولد طلع وحط رجله هو مكسوف وخجلان على جسم ابوه، وابتدى يعدي لغايه ما عدى، والثاني والثالث والرابع مش قادر يا بابا ما قدرش، بيقول اسمع الكلام انا تعبت. وعدى الولد الرابع، وبمجرد ما الولد الرابع عدى الراجل اعضائه كلها كانت ثابت وهبطت ووقع في الحارة وتهشمت كل عظامه، ولكنه انقذ اولاده. ده العمل اللي جه يعمله المسيح. صار هو الطريق، هو الكوبري، يتهشم يموت يتصلب لكن يعدينا واحنا ندوس عليه. لما يقول انا الطريق، طب الطريق ده تعمل فيه ايه؟ تمشي عليه. وبيقول اسلكوا فيه، انا الطريق والطريق الحقيقي والحياه للسماء. بكلمك يا رب في محبتك، في ابوتك، في عظمتك، في قوتك. بعيدا عن خلاصي، بعيدا عن كلام ذخيري، الهي. دي الاولى، وهما اثنين. في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدوء ليا. خلاص هيبتدي يتكلم مش بلسانه، بلسان مين؟ البشريه. طب تعالوا احنا نسال. في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدوء ليا. ايه الفرق بين النهار والليل؟ النهار نور والليل ضلمه. طب النهار رمز ليه؟ للاعمال الصالحة. والليل رمز ليه؟ للأعمال الشريرة. فكلمة في النهار أدعو فلا تستجيب يعني أعمال الصالحة ما ترضكش، وأعمال الشريرة ما تريحنيش. في النهار أدعو فلا تستجيب. إنه عمل تقدر تعمله يخلي ربنا يستجيب لك؟ تقدر تقول لي يستجيب لك يعني إيه؟ يعني يدي لك حقك؟ ما انت مالكش حق، مالكش حقوق. يعني مثلا انا مدي لك 10,000 جنيه، جيت رجحت لي منهم 5,000 جنيه، تقول انا اديتك 5,000 جنيه؟ مالكش حق. جيت رجعت ال10,000 كلها، تيجي تقول لي انا ليا حق عليك انت رجعت لك ال10,000 جنيه؟ لا. عشان كده بولس الرسول في رومية 4 يقول لك ايه؟ الذي يعمل فلا يحسب له العمل على سبيل نعمة بل على سبيل ايه؟ دين. يعني ايه دين؟ يعني بيسدد ديون. تيجي تقول انا بنعمة ربنا الحمد لله قدمت للفقراء والمساكين نص اموالي. لا بلاش نص، قدم اموالك كلها. تيجي تقول له ليه حق قدمت اموالي؟ طب ومين اللي ادها؟ انا قدمت لربنا جسمي ولحت فيه. برضو جسمك من اللي ادهولك؟ ما هو
عشان كده الكتاب يقول من الذي اعطاه فيكافئ. علشان كده بولس الرسول كان عارف الحته دي، يقول ايه؟ وان قدمت جسدي حتى يحترق لكن ما فيش محبتي ليه فلا انتفع ايه شيء، ولا حاجه. انه عمل تقدر بيه تخلي ربنا يستجيب ليه؟ مفيش عمل. ماذا اعمل لارث؟ الميراث ما يجيش بالعمل. هما ليه؟ تعمل تقبض، صح ولا لا؟ تعمل تقبض، لكن عشان تورث ده مش تعمل. هما ليه يعمل؟ هو اللي يعمل. عشان كده في النهار ادعو فلا تستجيب، يعني الاعمال الصالحة لم تجعلني استرضيك. طب تقول لي بلاش الاعمال الصالحة، نسلك في الاعمال الصالحة اللي هي الشريرة. في الليل ادعو، يعني امشي بقى في الخطية، فلا هدوء لي، لا الخطية مريحاني ولا الخير قادر يرضيك عليا. فهنا دي المشكلة اللي خلت المسيح يتصلب، عهد النعمة. برك بيقول كده اشعياء النبي، كل اعمال برنا كخرقة الطامر، ليس باعمال. طيب شرك، شرك مش هيدخلك، خلي برك مش هيدخلك السماء. الشر يعمل ايه؟ مش موضوع يدخلك السماء، لا، شرك مش هيريحك، لان الخطية ما تشرح. مين قال ان الخطية مريحة؟ الانسان المخطئ ملهوش هدوء، عشان كده يقول له بالليل في الظلمة ادعو فلا ايه؟ فلا، مش فلا تستجيب، فلا هدوء لي. الخاطي طول عمره قلقان، الخطية تجيب قلق. عايز تنام وتستقر؟ ابعد عن طريق الخطية. طول ما انت في الخطية قلقان. ام من الامهات من اسكندرية، الحكاية دي حصلت من حوالي 15 سنة بس، والام دي كانت مسافرة اليونان عند بنتها، وكان قائد السفينة، ربان السفينة هو اللي كتب القصة دي، كان شيوعي من الاتحاد السوفيتي، لا يؤمن بوجود الله. وبعدين وهم ماشيين في السكة رايحين اليونان، السفينة اتصطمت بصخرة فاتحطمت، فبدأت السفينة تغرق. في بقى ايه؟ قوارب النجاة، فنزلوا قوارب النجاة، وابتدى الربان ينزل ايه؟ الركاب كل مجموعة. والمرأة دي قاعدة بكل هدوء وماسكة الكتاب المقدس، وقاعدة على كرسي على سطح السفينة، وقاعدة باصة للسماء وبتقرا الكتاب المقدس، والكل بيعيط وخايف وبيترعش. وبعدين هو افتكر انها ماسكة الكتاب المقدس وفي غيبوبة، فقرب منها فخبط لها على كتفها، فرفعت نظرها بكل هدوء، من اسكندرية الست دي، فبيقول لها انت مش حاسة باللي بيحصل؟ قالت له ببساطة ايه اللي بيحصل؟ قال لها السفينة بتغرق، والحقي انزل في القارب. قالت له مش هتحرك من مكان. قال انت بتعمل ايه؟ قالت له بكلم حبيبي، قاعد اقرا الانجيل المقدس. قال طب قومي. قالت له اسمع يا ولدي، انا عايز اقول لك كلمة. قال لها نعم. قالت له انا عندي بنتين ما فيش غيرهم، حتى في الدنيا بنتين، بنت منهم ماتت وراحت المجد عند المسيح، وبنت بينهم في اليونان. ان نجيت السفينة حزور بنت اللي في اليونان، وان غرقت السفينة هروح لبنت اللي في السماء، والاثنين بحبه، الاثنين بحبه. حاول يحركها من مكانها ما فيش، فسابها ونزل في القارب، وفضل قاعد يبص على المركب لغاية ما غرقت، والست غرقت بيها وهي ماسكة كتابها دون ان تتحرك. وقال لولا انه يوجد اله، لولا ان هذه المرأة تمسكت بالكلام واعتنق المسيحية بسبب هذا المنظر، وكتب كيف رجع لي ايماني عن طريق امرأة من اسكندرية من 15 سنة بس. لقوة الايمان، للثقة. احنا الخطية اللي فينا، الخطية اللي فينا بتخلينا نضطرب. الليل ادعو فلا هدوء، خلاص اصل في الخطية فيه راحة. مين قال ان الخطية راحة؟ مين قال ان اللذة راحة؟ طب ما انت اقترفت اللذة اكتر من 100 مرة و1000 مرة، فجت راحة.
ده انت اول واحد بتندم. ده انت اول واحد بتندم. ده انت بعد ما تسقط في شهوتك اول انسان تحتقر نفسك. يمكن محدش يبقى شايفك لكن انت بنفسك بتحتقر نفسك وخلقك يضيق. طب ايه الفايدة في لذة اخرتها ندم؟ ايه الفايدة؟ ايه الفايدة في لذة؟ تريحك فلوس خدها حرام؟ هتتمتع بيها كويس؟ هتشبع بيها كويس؟ اللقمة الحرام بيبقى طعمها زي السكر. مين قال؟ مين قال؟ مين قال ان الغش والخداع والطمع؟ مين قال ان ده يريح؟ مين قال ان الشهوة والخطية ده يريح؟ مين قال انك تاخد حقك وتمسك فلان وتضربه علقة وتعتنن عليه تبقى اخدت حقك؟ مين قال؟ مين قال كده؟ يا احبائي في الخطية ضياع. عشان كده في فعل الخير لا يستطيع الفعل الخير لوحده لا يستطيع ان يجلب استجابة الله، وفعل الشر لا يستطيع ان يعطيك ايه الارتياح. يبقى هنا يقول له في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدوء لي. طب ليه في النهار ادعو فلا تستجيب؟ لان خير البشرية خير ناقص، خير مش معروف. عشان كده يقول له ايه؟ وانت الجالس بين تسبيحات اسرائيل. الاية اللي بعديها لا خلونا نقولها تاني. وانت الجالس بين تسبيحات اسرائيل. اخطف رجلك كده لغاية الهيكل تلاقي بقى شعب بني اسرائيل عاملين كورال بالموسيقى كبير جدا وقاعدين يرنموا في المزامير لإله ايه؟ إله اسرائيل. فبيخاطب الآب بيقول له هم هناك بيسبحوك وهنا بيشتموا فيا وبيبهدلوني، وانا هو انت. فانا هو انت اللي كانوا سبحوك العمر كله شتموني في فترة صلبي وبهدلوني، مش دريانين بيا. ده في مرة من المرات كان عيد اسمه عيد المظال، وعيد المظال ده بني اسرائيل بيعملوه لغاية النهاردة وعيد كبير قوي. فالعيد المظال ده بينتظروا فيه المجيء ايه المسيح. فالمسيح كده داخل بالليل على اورشليم، وكان العيد ليلة العيد وآلاف من الناس وخيام وانوار واضواء وحفلات، وكل الشعب اماله يغني لمين؟ يغني للمسيح المنتظر. والمسيح بص كده على اورشليم من فوق الجبل ودموعه جريت على خده، قال لها لو كنت تعلمين زمان افتقادك ومين اللي بيكلمك. بتسبح لمين؟ بنسبح ليك يا رب. طب ما انا في وسطيك ومش قابلني، انا في وسطيك ومش قابلني، في وسطيك ومش قابلني. سمعت قصة عجيبة حصلت في اسيوط ايام الانبا كاريوس المطران اللي هو بقى بابا في اسيوط، وكان المرحوم عبيد مخييل الوعظ الشهير، وكان رايح يوعظ ليلة عيد الميلاد. وبعدين وهو داخل لقى واحد هدومه مقطعة والفراشين اللي على الباب والغفر ماسكينه بيضربوا فيه، فصعب عليه وبعدين قال له تعالى مالك فيه؟ قالوا له الراجل ده اصل امبارح اتسرقت مروحتين من الكنيسة، والراجل ده جاي النهاردة وربما جه امبارح يبقى هو اللي سرقه. مسكه كده قال له انت منين؟ قال له انا غريب مش من هنا وجاي عايز. فقال له طب تعالى. فدخلوا الكنيسة قال له امسبوه يصلي بس خلوا عينيكم عليه من بعيد، لما تشوفوا واحد وتشوفوا انه حرامي ما تضربوش، لكن خلوا عينكم عليه لما تشوفوه يعمل ايه، لما تشوفوا السرقه في ايده ابقى اضربوه. فقعدوا عينهم عليه. الراجل دخل وجه في الكرسي القداماني خالص وقعد. الكرسي القداماني بيسيبوه للمدير بتاع المديريه وللناس الكبار اللي جايين يعايد. جه واحد من الشمامسه قال له قوم انت مش ده الكرسي ده، اقعد ورا. رجعه ورا. اتصلى العيد، وبعد ما اتصلى العيد كل الناس مشيت، ما فضلش غير الانبا مكاريوس وعبيد مخيين وخمسة ستة
واقفين في صحن الكنيسة والراجل ده قاعد مكانه على الكرسي. فقال عندما كاريز بص قال لهم شوفوا الراجل ده. فقالوا له انت قاعد هنا ليه؟ قال لهم هبيت للصبح ما عنديش مكان ابات فيه. فقالوا له لا ما فيش حد يبات في الكنيسة. فودوه ناحية الانبا مكاريز. فقال له روح شوف لك لوكاندا خد فلوس وبات في لوكاندا. قال له ما فيش لوكاندا هتقبلني دلوقتي بالليل متأخر ساعة 1:30 بالليل ما فيش لوكاندا هتقبلني. فانا بات هنا لغاية الصبح. قال له خلاص عبيد مخايل بيحكيها بيقول قال له خلاص خد. فراح مديله ربع جنيه وقال له خد بدلك في وكالة. الوكالة المؤاخذة اللي بيربيتوا فيها ايه الركايب. خد حط بيت في وكالة من الوكالات لغاية الصبح. فزق ايده وقال له خلوا فلوسكم معاكم تعيدوا بعيدي وما فيش حد راضي يقبلني في بيوتكم. واستخبى بص لو اختفى. تعيدوا بعيدي وما فيش حد فيكم راضي يقبلني في بيته. ما هو دي طريقة ربنا. انت الجالس بين تسبيحات اسرائيل وانا المحتقر على خشبة الصليب. الليل كله الكهنة دول اللي بيشتموا فيا وبيبهدلوا هم اللي بيقفوا يقولوا لك قدوس قدوس قدوس. وهو انا انت وانت انا هو. لاني انا في الاب والاب فيا. ما يكفيكش انك تستجيب عشان خاطر كده. ما يكفيش ان عدالتك تقبل البشرية عشان خاطر كده. انا قبلت الاهانة عشان بحبهم. الحب بتاعهم غلبني لان لذتي في بني ادم. اللذة بتاعتي في بني ادم. عشان كده يقول له وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل عليك اتكل اباؤنا. ما احنا ماشيين كالاباء. عليك اتكل اباؤنا. اتكلوا فنجيتهم. ده كل الاباء نجيتهم. ولاحظوا ان الاباء اللي نجاهم الله كانوا كلهم ايه مخطئين صح ولا لا؟ الجميع زاغوا وفتح. اعظم واحد ولا اكبر واحد في ابائنا ابونا ابراهيم. ينزل مصر ويقول له ساره دي اخت. ويقول له اللي يسألك قول اخت. يا راجل يا كبير شايف تكذب ما احسن يقتلوني. ولما تقتل اجرائيل طب اديك قلت اختك اتخذت مراتك منك. ربنا يجي يقول له ارجع. يظهر لفرعون يظهر لابي مالك لانه كذب ايه مرتين. طب خدت درس يا ابراهيم من الموضوع الاول تروح برضو لابي مالك وتقول له دي اختي انا خايف على حياتي. ازاي تخاف على حياتك وايدك في ايد الله؟ ده ربنا كان المفروض يأدبه ويقول له نتيجة انك تاني مرة تقع في الغلطة مراتك تتخذ منك ومش هرجعها لك. لا ده ربنا يمسك بيت ابي مالك كله عن الحمل ويقول له يظهر لابي مالك ويقول له اياك انك تلمس هذه المرأة لانه نبي. روح له يصلي لك. الكذاب يقول له عليه نبي روح له يصلي لك. عجيب ربنا ده يشوف فينا الحلو ويداري فينا الوحش. ربنا حطك قدام عينيه وحطت خطيتك ورا ظهره. خطاياكم يطرحها خلف ظهره. يطرحها في بحر النسيان. وانت نفسك يا خاطي عينه عليك من اول السنة الاخيرة. رغم انك انت وخطيتك حتة واحدة لكن هو فضل. حط خطيتك ورا وحطك انت قدام. يبقى المفروض فيك انت برضو الخطية. مين اللي تسبب في خطيتك؟ العالم. حط العالم ورا ظهرك وحط المسيح قدام. وبدلوا الحب بالحب. بدلوا الحب بالحب. عليك اتكلوا اباءهم فنجيتهم. ابائنا فنجيتهم. اليك صرخوا فنجوا. بني اسرائيل لما صرخوا طلعتهم من 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 عبودية فرعون. دانيال لما صرخ انقذته من جب الاسود. الفتية لما صرخوا اليك انقذتهم من ايه؟ من اتون النار. كل اللي صرخ اليك استجبت ليه. حتى داود النبي قال لك اليك يا رب صرخ فاستجبت له. وانا ما غلطتش ولا غلط. وعارفين الصرخة اللي صرخها المسيح قال ايه؟ عارفين الصرخة اللي صرخها يسوع؟ وصرخ يسوع بصوت عظيم وقال
يا أبتاه اغفر لهم. يا ربي مش بيصرخ بيقول له انقذني، لا، يا أبتاه اغفر لهم، مش اخبز بهم الارض، انتقم منهم، وريني فيهم يوم زي ما عملوا فيا، لا، لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، بتدافع عنهم. ما هذه قمة الحب للنهاية، يدافع عنك وهتحسه، تبقى عامل خطية قد المبنى اللي احنا فيه، خطية لو عرفوها العالم يبهدلوك، وهو عارف، وتطلع من الخطية تبص تلاقي بعد لك رزقك محافظ عليك، وقال لك في اليوم ده خير كتير، يا ربي ده انا النهاردة عملت اللي يغضبك، تبعت لي خير، طب أدبني شوية، انا ما بعملكش، عدم امانتك لا يلغي امانتي، عدم امانتك لا يلغي امانتي، عليك اتكل اباؤنا فنجيتهم، ابائنا اتكلوا عليك، ايه انت اللي نجيتهم، عليك اتكلوا فلم يغزوا، مين خزي فيهم؟ ده بيقول داود في آية تانية، كنت فتى والآن شيخ، لم أجد صديقا تخلي عنه ولا ذرية تلتمس له خبز. أي واحد منهم يدافع عنه ربنا ما عدا المسيح، حتى في التجربة قال له اذبح ابنك، فضل سايبه 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 سايبه، لكن أول ما جه ينزل بالسكين قال له ايه؟ ارفع ايدك. لكن ابنه الوحيد هو اللي سابه للنهاية، ما قالش بقى عند الصلب وقال لهم انا هشلكم عند الصليب، الفتية انقذهم من اتون النار، دانيال انقذه من جب الاسود، لكن هل انقذ المسيح يسوع من الصلب؟ لا، ده الصلب ومات واتدفن، ما انقذ، اجتاز التجربة كلها، فعمل مقارنة بينه وبين الآب الجالس في الهيكل، وعمل مقارنة بينه وبين الأنبياء، جميل جدا، عليك اتكلوا فلم يغزوا، دول الأنبياء، الأنبياء أظهرت عظمتهم، يا سلام على نبوخذ نصر، بعد الثلاث فتية يقول لك قد صدر القرار والأمر مني أنا نبوخذ نصر أن كل الشعوب تتعبد إلى إله شدرخ وميشخ وعبدناغو، وجعلهم إيه؟ عظماء. يعني حتى الانبياء والاباء اللي دخلوا ضيقة ربنا عمل ايه؟ عظمهم. طب نيجي عند المسيح، اما انا فدودا لا انسان، الانباء عظمتهم، لكن انا قدام الناس دودا لا انسان. عارف يعني ايه دودا؟ ليه شبه نفسه كلمة دودا؟ اصل الدودا او الحشرة اللي في الارض تمشي وتدوس عليها وتموتها وما تاخدش ايه؟ ما تاخدش بالك، صح ولا لا؟ طول ما انت ماشي في الشارع بتدوس على حشرة وانت مش واخد بالك وتموت، لما تيجي تروح اسألك سؤال اقول لك انت موتت النهاردة، انا ما موتش حد، لا، في الحتة الفلانية دوست على دودة او على خنفسة او على صرصار وموت، انا ما خدتش بالك. يعني ايه؟ يعني كأن موت كأن ما موتش، انا بالنسبة ليهم موتي بالنسبة ليهم ده الخير. يا سلام، امتى نمسح الرجل ده؟ لان ربنا غضبان عليه، الكل حاسس ان ربنا غضبان عليه، رؤساء الكهنة، عشان كده في اخر الايام هيبكوا بالدموع وينوحوا كما تنوح ام على ايه؟ على ابنها الوحيد. طب يقولوا ايه؟ ونحن قد حسدناه مضروبا من الله، يعني افتكرنا ان اللي سمح بصلبه مين؟ الله. اللي ضربه مين؟ الله. مضروبا ومرذولا من الله، وهو مجروح لاجل معصينا ومسحوق لاجل اثامنا. احنا كنا بنفتكر ان الصلب ده انه مضروب من ربنا وان الرجل ده يستاهل جزاءه. يا سلام لو جبت لكم ريكوردر، لو كان فيه ريكوردرات، يا ريت كان في ايامها اذاعات وتلفزيون، كنت اجيب لكم رأي الشارع الاسرائيلي ساعة ما طلب المسيح، ويسألوا الناس ايه رأيك في طلب المسيح، يقول لك لا ده يستاهل، دي اقل حاجة، دي جزاء، ده راجل مجنون، ده راجل بيقول عن نفسه ان الله، ده راجل صفته وصفته وصفته، الكل ارتاح بموته. انا دودة لا انسان، يعني مفيش احساس بيا، الدودة لما تموت محدش يدافع عنها،
الحشرة لما تموت محدش دفعا؟ لما واحد يجي يقف في الدولة ويقول لهم انا قتلت حشرة مين يدفع عنه؟ يمكن الحيوان يدفع عنه. ده لو واحد قتل كلب واحد ممكن يرفع عليه قضية، لان ممنوع تقتل الحيوان بتاع حد. لكن واحد يقتلك حشرة تروح تقول له فلان جه موت برغوثة عندنا في البيت، والبرغوث ده كان في بيتنا وفي ملكيتنا، مش ممكن. او صرصار، مش ممكن. ليه؟ لان الحاجات دي في نظر الناس مؤذية، والمؤذي لما يموت راح للكل. بل بالعكس، انا لما موت لك حشرة في بيتك تقول لي متشكر جدا كتر خيرك، انا اشكرك انك موت لي الصرصار ده، يعني كمان اموت لك حاجة ملكك وتعمل ايه وتشكرني. فهو بيقول عن نفسه انا دودة، لا انسان، في نظرهم دودة، في نظرهم حشرة، حياتي يعني معناها ضياع، عشان كده موتي اريح. الناس تستريح لان الدودة وباء وانا في نظرهم وباء. عار عند البشر ومحتقر الشعب، عار بصلبي. البشر اللي بيفهموا يقولوا اللي يتصلب ده عار. الناس المؤصلين يقولوا عيب لما واحد يبقى من العيلة مصلوب، والشعب الغرباء يحتقروني، كل الذين يرونني يستهزئون بي، كل اللي يشوفني يتفرج علي يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس. كلمة يفغر شفاه يعني ايه؟ يعني يتصعب، يمص لمون. وينغض الرأس يعني ايه؟ يعني يهز رأسه. يهز رأسه ليه؟ يقول لك الراجل ده غلبان، ضيع نفسه بشربة مية، بشوية كلام بيقولهم ان هو الله وانه هو ابن الله، ايه اللي خده؟ هو ضاع. حياته هي رخيصة للدرجة دي؟ يعني مش ينغص رأسه يقول له، يعني ينغص رأسه ايه؟ لان ممكن لو المسيح صاحب شرور فعلا كانت الناس هتبص وتقول ايه يستاهل، لكن دول بيصعبوا عليه انه بيعتبروه مجنون، وجنانه هو اللي ضيعه، مجنون وجنانه هو اللي ضيعه. يبغرون الشفاه وينغصون الرأس، ينغضون الرأس، ينغض يعني هز رأسه، قائلين اتكل على الرب فلينجيه. ادي اللي بيتكل على ربنا، ادي اللي بيتكلم ويقول انا جيت باسم ابي وانا بفعل الافعال بابي وانا ابن الله، وصدقوني اني في الاب. الاعمال اللي ما كنتش هتصدقوني من كلامي صدقوني من اعمالي. طب يورينا عمله اني ينقذ من الصليب. ادي هو اتكل على ربنا، يفرجنا ربنا يعمل فيه ايه. قد اتكل على الرب فلينجيه. فين ربنا اللي هينجيه؟ ودي قالوها بالظبط، قالوها لما قال ايلي ايلي لما شبقتني، يعني اله اله لماذا تركتني. قالوا ده بينادي الالي، قالوا طب لما نشوف ايليا يجي خلص. يلا انتصر. فين ايليا عم؟ مفيش. يا ما الشيطان بيضحك عليك في الحتة دي، يقولك اديك ناديت اللي ربنا. تفتكر ربنا هيعبرك؟ طب ما هو ما جاش ربنا ولا سمع ليك، ولا وقف معك في ازمتك، ولا وقف معك في ضيقتك، ولا وقف معك في تعبك. مش بيقولك كده؟ يا ما صلينا من اجل المشكلة الفلانية، ورحنا الكنائس وولعنا شمع وصلينا قداسات وقلنا يا رب مد ايدك اعمل معجزة شيل المرض احنا محتاجين له، وفي الاخر مات. اتكلنا عليك واتكلنا على قديسيك وما استجبتش. في امور كتيرة مشيئة الله استجبته بحسب المشيئة، لان مشيئة الله ان يموت من اجل البشرية، وموته هو الخلاص. لان لو اتكل على الله ونجاها الله يبقى احنا ايه؟ ضعنا. لكن الله اضاعه علشان يعمل ايه؟ ينجينا. عشان كده بيقول لك يستهزئون بي، يبغرون الشفاه، قالين اتكل على الرب فلينجيه، لينقذه لانه سر به. يا رب بيعيروه. اصل طبعا ساعة ما تعمد كل الناس بتحكي لبعضيها، صح ولا لا؟ كل واحد يقول لك اسكت. مش يسوع ده لما تعمد نزل الروح القدس زي الحمامة، وربنا من السماء قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر؟ طب يضحك. وهذا الراجل اللي ربنا اللي بتقوله ربنا قال ظهر وقال سررت به، ينجيه لانه سر به. سر به يسيبه يتصلب ويتدف على وشه ويتبهدل؟ فين المسرة دي؟
فين المسرة؟ المزمور دي يشرح كأنه كان المزمور ده قبل المسيح ما يجي بكام؟ ب860 سنة. كتب قبل ما يجي المسيح ب860 سنة، وكأنه يرى ما يحدث على صفحات التاريخ، شايف بعينيه. اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. ده كلام الناس. طب وكلام المسيح؟ بص بقى المسيح يرد بقى، لأنك أنت جذبتني من البطن، أنت خلقتني عشان اللحظة دي. أنا مش هاخد بكلامهم، أنت اللي جذبتني من البطن. لما جه بطرس يقول له حشاك يا رب أن تصلب، قال له اذهب عني يا شيطان، من أجل هذه الساعة أنا أتيت. يعني ده أنا مولود مخصوص عشان أموت. هو ربنا شده من بطن أمه فين؟ في مزود البقر. ليه؟ عشان يبقى ذبيحة، عشان يبقى ذبيحة. مزود البقر هو مين اللي بيتولد في الحظيرة بتاعت الحيوانات؟ لازم يكون حيوان، وده مزود حيوانات أليفة، يا إما خروف يا إما العجل المذبوح المسمن في مزود البقر. ويقول كده أحد المفسرين، عجبني كلامه، قال ان مدام مزود البقر يبقى اللي مربوط عن مزود بقرة او عجل، صح ولا لا؟ عجل او تور او بقرة. ويوسف جه من الناحية التانية وربط الحمار بتاعه، والمسيح اتولد وسطاني عشان يبقى المسيح بين التور وبين الحمار، عشان تتم النبوة بتاعت اشعياء اللي تقول التور يعرف قنيه والحمار معلق صاحبه، اما شعبي فلم يعرفني. اتولدت في بيت لحم ومش عارفني، مش عارفني خالص. ده هيرودس لما بعت وجاب الكتبة وقال لهم اين يولد المسيح؟ قالوا له في بيت لحم اليهودي. طب واحد منهم كلف خاطره راح يشوف؟ ابدا. عارفين نبوات لكن ما يتحركوش. تفيدنا بايه؟ احنا لينا اللي قدامنا، احنا لينا اللي يفيدنا في الارض. احنا مالنا ومال بالاخرة ومال السماء؟ فلان ده الشيطان ده يفيدني في الارض في نظري، انا معاه، انا حلف للشيطان مدام هيفيدني في الارض. وده كلام، ده كلام. تبيع نصيب غدك تبيع نصيب يومك او تشتري نصيب يومك بحرمان غدك؟ ما ينفعش الكلام ده. عشان كده بيقوله لانك انت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثدي امي. ايه كلمة مطمئنا على ثدي امي؟ يعني اصل دي الساعة اللي انا منتظرها. طب ما قبل كده انت انقذتني وانا على ثدي امي، لما كان هيرودس عايز يقتلني. طب تقول ان ربنا انقذك وانت طفل وسابك لما كبرت؟ لا، اصل دي خطة الهية بيوضح لنا ان الالام اللي شافها مش معناها لما بيقول الهي الهي لماذا تركتني، يعني ربنا تركه للاهانة. لا، دي خطة الهية. وانا على بطن امي كنت مطمئن جدا، والله حفظه وبعت ملاك السلامة. ويظهر كده ليوسف يقول له قوم خد الصبي وامه واهرب ليه لمصر. وقام هيرودس وقتل اطفال بيت لحم من سنتين فمدون، وبهدل الدنيا واراق دماء، والمسيح نايم مطمئن على ثدي امه. عشان كده بيقول له لانك جذبتني من البطن، يعني من اجل هذه الساعة هتيت، جعلتني مطمئن على ثدي امي، يعني حفظتني من صغري، لكن في ساعة انا منتظرها. وحتى مريم العذراء لما جات وقالت له ليس لهم خمر، قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. لسه ساعتي ايه؟ ساعت الخمر. ايه الخمر؟ الفرح يعني. ما الخمر ده رمز ليه؟ للفرح. ما الخمر بيسقف ايه؟ في الفرح. والفرح الحقيقي لما يذبح العجل المسمن، لما يذبح على خشب الصليب. لم تأتي ساعتي بعد. ولما جت ساعته مريم العذراء قعدت تبكي، فبص ليوحنا وقال له هو، بص للعذراء وقال لها ايه؟ يا امرأة. ودي تاني مرة في عرس قان الجليل قال لها يا امرأة، مالي ولك يا امرأة، هنا قال لها ايه؟ يا امرأة. عايز يقولها مش انت اللي طلبت كده؟ مش قلت لي ليس لهم خمر؟ انت تفتكر الخمر ده ايه؟ الخمر ده ان انا اموت عن البشرية عشان يفرح، عشان يسكروا بخمر حب، عشان يشبعوا بخمر الروح القدس، عشان يمتلئوا شبعا وقوة وقداسة، عشان يمتلئوا. عليك ألقيت من الرحم.
انا من ساعة ما طلعت من بطن امي وانا القيت عليك. ايه كلمة بقى القيت عليك؟ يعني ملياش لا مورد رزق ولا ليا بيت ولا ليا اي حاجة ولا ليا ماشي كده. عشان كده لما جه واحد قال له اتبعك، قال يا حبيبي نيجي نقسم اليوم نصين، نص اسمه الليل ونص اسمه النهار. ايوه الليل ده الثعالب الليل كله تعمل ايه؟ تجري تجري. الثعالب تجري بالليل وتنام ايه؟ بالنهار. والطيور تجري بالنهار وتنام بالليل، لكن انا لا نهار ولا ليل. وأقضي الليل كله مصليا في جبل الزيتون سهران. بيصلي بيصلي لمين؟ عن حبايبي، عنك وعنك. بيصلي عشان عارف ان احنا كسلانين مش عارفين نصلي، فبيقوم بيقوم بالعمل كله يكمل الخلاص عننا لك المجد يا رب. عشان كده يقولوا عليك ألقيت من الرحم. ما معاش فلوس، كان عمل صندوق كده يجمعوا فيه القرشانات، والصندوق مسكوه اليهوذا، ويهوذا بسلامته كان منظف وعلى طول ما فيش ولا ملي. حتى لدرجة ان لما طلبوا منه الضريبة قال لبطرس روح القي ايه السنارة وصيد سمكة افتح بقها هتلاقي قرشين ادفع عني وعنك، لان ما فيش فلوس. كان لابس ثوب واحد ما فيش غيره، كان ماشي على الرأس وحاف القدمين دي صورة المسيح، ماشي كده غلبان. اي حتة يرسي فيها جبل يرسي فيها يقعد، اي حتة اي بيت يستقبله ما فيش حد يستقبله وهو قاعد في الجبل. عليك ألقيت من الرحم من بطن امي انت الهي. جميلة جدا، من بطن امي، لان قال لها كده الملاك ده من بطن الروح القدس يحل عليك، لان المولود منك قدوس ابن الله يجلس على كرسي داود ابيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد. من بطن امي لا تتباعد عني لان الضيق قريب، لانه لا معين. مين عانوا الضيق ده بقى اللي خلى ربنا اتضايق؟ مش الالام، اللي ضايقت ربنا انه جرح في بيت احبائه. الواحد لما ياخد الم من عدو غير لما ياخد الم من حبيب، صح ولا لا؟ العدو لما يديك مقلب بتبقى متوقعه، لكن واحد حبيبك وتثق فيه ويروح مديك مقلب، دي بقى اللي بتجرحك، دي اللي بتكسر خاطرك. تقول له ده احنا اصدقاء، ده احنا حبايب، توصل بيك انك تعمل فيا كده؟ انما العدو لما يعمل فيك خلاص، ما انا عارفه انه هيعمل فيا من الاول ومخلي بالي وعمل اهو وخلاص انتهى. عشان كده الجرح وحش جدا بتاع الحبايب. فهو الحبايب ولا يهود قبلوه ولا التلاميذ وقفوا معاه وقال لهم تتركونني وحدي. مين دخل معاه؟ فينك يا بطرس يا اللي قلت ابذل نفسي من اجلك؟ انكروا. فينك يا يوحنا اللي كنت بتنام على صدره؟ وقف من بعيد. فين بقى التلاميذ؟ مشيوا، الكل سابوا. سابوه لمين؟ احاطت بي ثيران كثيرة، في ثيران كثيرة احاطت بي. ثيران ايه؟ يعني البقر الوحش اللي يلف وينطح، يلف وينطح، يلف حواليه ويضربوه كل كلمة وكلمة صعبة جدا. والكلام اصعب من السهام، الكلام اصعب من السهام. ياه دي تريقة، حتى هدومه تريقوا عليها، قعدوا قال يلعبوا القمار ويرموا قرعة مين ياخد الحتة دي ومين ياخد، بيقسموا التركة. يعني قال قدامه بيقول له التركة بتاعتك يا راجل يا فقير هدومك كده، لغاية ما وصلوا للجلبية بتاعته. فكانوا قال عايزين يقطعوها ويقسموها بينهم، مش يعملوا بها حاجة، ده ياخدوها يمسحوا بها الجزم يبادلوا، يعني تريقة نوع من التريقة عليه. فلما ما قدروش يقطعوا قالوا خلاص نرمي قرعة لكل مين. عشان كده يقولك احاطت بي ثيران كثيرة، اقوياء بشان او كلاب بشان اكتنفتني. ايه بشان دي؟ بلد اسمها بشان واسمها دلوقت ولف، اللي بيجيبوا منها الكلاب الولف. تسمع عن كلب الولف؟ الكلب الولف يعني ايه؟ كلب العسكري الضخم كده
فبيقول كلاب بشان اكتنفتني، يعني ناس ضخمين جبابرة، الثيران الكثيرة اللي هم شعب بني اسرائيل، والكلاب اللي هم الرومان، رومان قلبهم جامد، يمسك الواحد فيهم الحربة ويطعنها في قلبه قربت تدخل في خشبة الصليب وتطلع من الناحية التانية، جبروت وحشية، كلاب بشان اكتنفتني.